بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أعرض عليكم اليوم نائي المنتوج المطلع لمادة الرياضيات الصف الثالث متابعة أسماء التقييم. بالنسبة أولا أبدأ أولا الحساب الذهني، وبالنسبة للحساب الذهني والحساب الذهني من خلال عمليات تدربنا عليها، مثلا 800 × 815 قلت أنا في بعض الدرس لضرب عدد في 10 أضيف له 0، لضرب في 100 أضيف 0، في 1000 أضيف 3 أسماء. خمسون ديكا متر وحولها الى المتر، من ديكا متر المتر هناك خامه واحده فلتر اضيف صفر، 29 هكتو لتر من هكتو لتر الى كم خامه فلتر خامه اي اضرب في 100 يعني اضيف الصفرين. نفس الشيء 9 هكتو لتر الى 3 خامات اضرب في 1000 وبالتالي اضيف 3 اصفار للعدد 9. بالنسبه لهذه العمليه عمليه بسيطه، وحول 5 هكتو لتر كم تساوي 500 اضيف اليها 10 الى 510. إذا السند الأول أقرأ عليكم السند الأول لتسجيل حقله اشترى حماه 5 لفائف من أسهم الشركة طول واحدة 250 متر بحساب 3 دينار المتر الواحد، ولنقلها إلى الضيعة اكثر شاحنة بحساب 120 دينار. إذا التعليم الأول سأحسب الحد، أحسب طول الأسلاك في الجملة. ماذا قلنا؟ الفلاح اشترى 5 لفائف طول اللفيفة 250 متر. لأحسب طول اللفائف في الجملة يعني أضرب طول الواحدة طول اللفيفة الواحدة في عدد اللفائف، يعني أو عملية عكسي، كل عملية الضرب هي عملية تتميز بالخاصية الترتيبية، لا فرق بين أكبر 5 × 250 أو 250 × 5 لا يغير شيئا من النتيجة. إذا 5 × 250 تساوي 1250. هنا في عملية العمودية انتبه جيدا إلى الاحتفاظ، 0 × 5 0 5 × 5 25 أكتب 5 وأحتفظ ب 2 2 في 5 10 10 على 2 12 لما أحتفظ بعدد لا أنسى أن أحسبه. ثم السؤال الثاني أحسب ثمن الأسلاك، ثمن الأسلاك الآن قمنا بحساب طول الأسلاك 1250 متر، ثمن الأسلاك بكم اشترى؟ قلنا اشترى بحساب 3 دينار المتر الواحد، كم اشترى بالمتر؟ اشترى 1250 متر. إذا لأحسب ثمن الأسلاك ماذا أفعل؟ 1000 طول الأسلاك الجملي أي 1250 متر في 3 دينار أي في ثمن المتر الواحد تساوي 3750 دينارا. نفس الشيء في العملية العمودية التابعة للاحتفاظ. طيب السؤال الثالث قلت أحسب الكلفة الجملية للأسلاك، أعود إلى السند، ما هي الكلفة الجملية؟ مما تتركب؟ ما هي مكوناتها؟ الكلفة الجملية فيها ثمن الأسلاك الذي قمنا بحسابه الآن اللي هو 3750، ماذا أضاف عليها؟ قلنا ولنقلها إلى الضيعة اكترى شاحنة بحساب 120 دينار. إذا الكلفة الجملية هي ثمن الشراء مع كلفة التوصيل إلى الضيعة أو النقل إلى الضيعة. فأنجز العملية التالية، 3750 دينار التي تمثل ثمن الأسلاك أضيف إليها زائد 120 دينار ثمن نقل هذه الأسلاك، النتيجة هي 3870 دينارا. السند الثاني نشتغل فيه على المتر ومضاعفاته. وزع مزود كمية من الحديد على حرفائه كما يبين الجدول التالي. تعليمة الأولى إذا نكمل تعبير الجدول. الحليف الأول، الحليف الثاني، والحليف الثالث. الكمية هنا قدم الكمية باللتر والكمية بالتكلف، يعني هنا سأشتغل على التحويل أو تلك العلاقة العشرية بين اللتر والديكا لتر. 1500 لتر كمية باللتر، 1500 الكمية بالديكا لتر، أحذف الصفر فتبقى 150 ديكا لتر. الكمية بالديكا لتر 205 ديكا لتر، من الديكا لتر إلى اللتر خامة واحدة يعني أضرب في 10 تضيف الصفرين إذا 2050 لتر. الكمية الآن 7 قدمت لكم 17 ديكا لتر و15 لتر، النتيجة هي 17 ديكا لتر أحولها إلى اللتر 170 170 زائد 15 تساوي 185 لترا. إذا التعليمة الثانية أشتغل فيها على الزوايا، وتعرف الزوايا أصل الزوايا من خلال قيس فتحتها. التعليم أصل بسهم، زاوية
ثانيا زاوية قيس قد حدث 90 درجة، إذا هي تسمى زاوية قائمة. زاوية قيس قد حدث 45 درجة تسمى زاوية حادة. السند الثالث، إذا هنا باع باب باع لبان 3 لتر من اللبن للحليب الأولي و4 لتر للحليب الثاني. إذا باع لبان 3 لتر من اللبن للحليب الأولي و4 لتر للحليب الثاني بحساب 1250 ملي لتر. إذا تثبت هذا اللبان باع اللبن باع لحليفين، الحليف الأول باع له 3 لتر والحليف الثاني باع له 4 لتر، الثمن هو نفسه مع كل حليف ثابت، الثمن 1250 ملي اللتر الواحد. إذا المطلوب أحسب ثمن بيع اللبن بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى ماذا سأفعل؟ قم 3 لتر مع 4 لتر، جمعتهم خاصية تجميع لعملية الضرب، 3 مع 4 الكل يساوي 7، أضرب في ثمن اللتر الواحد 7 في 1250 ملي تساوي 8750 ملي. نفس الشيء هنا في العملية العمودية، 0 في 7 0، 5 في 7 35 أكون 35 في 3، 2 في 7 14 أضيف إليها 3 17 أكون أيضا 7 وأحتفظ ب 1، 1 في 7 7 مع 1 يساوي 8. إذا الطريقة الأولى خاصية التجميع، أجمع نصيب الحليف الأول مع نصيب الحليف الثاني الكل في ثمن اللتر الواحد. الطريقة الثانية سأحسب لكل حليف على حدث، ما باعه لكل حليف على حدث. الحليف الأول 3 لتر في 1250 ملي يساوي 3750 ملي، الحليف الثاني 4 لتر في 1250 ملي تساوي 5000، أجمعوا 3750 مع 5000 تساوي 8750. ردة ثبت جيدة، تحصلنا على نفس النتيجة في الطريقتين. شكرا للانتباه وأرجو لكم التوفيق.